بسم الله الرحمن الرحيم. بتمنى لو حد عنده أي استفسار في فيديو النهاردة يسيب لي كومنت بالسؤال، ولو حد محتاج شرح موضوع معين أو جزء معين يكتب لي في الكومنت. هيكون معاكم ياسمين حمدي، وما تنسوش الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنبدأ برانش جديد، هنتكلم عن الفسيولوجي، ومش أي فسيولوجي، احنا هنبدأ بالسنترال نيرفس سيستم CNS، برانش مهم جدا جدا سواء كان في الام سي كيو او الفاينل. طيب ايه النيرفس سيستم ده؟ عموما ده بيولوجيكال باثواي للنيرفات اللي هتنقل لي كل حاجه في جسمي. عارفين اكيد ان الخلايا كده بتكلم بعض عن طريق النيرفس سيستم ده. طيب النيرفات اللي بتبقى ماشيه دي، ده سبيشاليزد تيشو اسمه نيرفوس تيشو، دي بتنقل لي النيورونال او النيورال امبولس اللي هي الالكتريكال سيجنال، الاشارات بتاع الجسم، سواء بقى كانت مسؤوله ان هي تعمل ستيميوليشن للعضلات بتاعتي للاورجانز، وكمان بتنقل سنسوري انفورميشن سواء كان تاتش تمبريتشر او بين. النيرفوس تيشو دوت بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن نيورون. طيب النيرون دي بتبقى عبارة عن سيل بودي فيها نيوكليوس، طالع من السيل بودي ديت هنا ايه؟ برانشينج دندرايتس، دي اللي هتستقبل لي الامبلس او الاشارات اللي جايالي من فوق. طالع من السيل بودي هنا الاكزون، والاكزون دوت اللي هيوصل، دي الاشاره جت هنا للدندرايت، جت للسيل بودي، والسيل بودي هتنقلها للاكزون، والاكزون دوت هينقلها بعد كده لنيورونز تانية وهكذا. تمام. طيب الجهاز العصبي بتاعنا ده كبير قوي، علشان كده متقسم. يبقى النيرفوس سيستم متقسم ل سنترال نيرفوس سيستم وبيريفيرال نيرفوس سيستم. السنترال نيرفس سيستم او اللي احنا هنقوله بقى بعد كده اللي هو CNS، ده عبارة عن البرين والسباينال كورد، النيرونز اللي بتبقى ماشية في البرين والسباينال كورد، ودولت السنتر بتاع جسمنا، السناتر بتاع جسمنا، ومن هنا اسمه السنترال نيرفس سيستم. انما البريفرال نيرفس سيستم ده هيشمل ايه بقى؟ النيرفات اللي خارجالي من البرين، والنيرفات اللي خارجالي من السباينال كورد. انما اللي في البرين نفسه وفي السباينال كورد نفسه ده اسمه سنترال نيرفس سيستم. اي حاجه خارجه منهم واي نيرفات موجوده اصلا في البريفري بتاع الجسم ديت تبع البريفرال نيرفس سيستم. البريفرال نيرفس سيستم دوت عباره عن افيرنت وافيرنت ديفيجن. طب يعني ايه افيرنت ويعني ايه افيرنت؟ الافيرنت ديفيجن ده بيشل المعلومات من الاكسترنال انفايرمنت اللي راحه للسنترال نيرفس سيستم اللي هو البرين. زي ايه؟ زي انا دلوقتي العين دي قدامي شفت اسد، بسرعه عيني هتنقل بسرعه للبرين ان هي شايفه اسد، هيروح البرين باعت معلومات لرجلي عن طريق الافيرنت ديفيجن، هيقول لها ايه؟ اجري بسرعه. تمام. زي برضو ايه؟ لو انا قدامي حلة سخنة وجيت حطيت ايدي عليها، بسرعة الافرنت ديفيجن هتتنقل بسرعة في النيرفات البريفرال اللي هي في ايدي، بسرعة بسرعة هتروح على البرين تقول له ده انا لمست ايه؟ حلة سخنة. بسرعة البرين هيروح باعت اوامر عن طريق الافرنت ديفيجن لايدي ان هي تشيل ايديها بسرعة من على الحلة. يبقى واضح ان الافرنت دوت بيبقى سنسوري، انما الافرنت بيبقى موتور. طيب الافرنت نيرفوس سيستم ده اللي هو كان رايح ده بيتقسم لايه؟ سوماتيك نيرفوس سيستم واوتونوميك نيرفوس سيستم. احنا قلنا الافرنت اللي هو الموتور. السوماتيك نيرفوس سيستم ده بيتكون من الفايبرز بتاع الموتور نيورونز اللي بتسبلاي السكليتال ماسل اللي هي بارادتي، اللي هي راحت لايدي قالت لها شيلي ايدك من على الحله، ده بارادتي، كان ممكن عادي اسيب ايدي على الحله السخنه ده لو انا حلوفه يعني. طيب النوع الثاني ده الاوتونوميك او الفيسيرال نيرفوس سيستم، وده بيتكون من الفايبرز اللي بتنيرفيت السموث ماسل والكاردياك ماسل والجلاندز، حاجات كلها
مش بإرادتي، أنا مش هقدر أتحكم في قلبي. تمام، دي كلها حاجات ما أقدرش أتحكم فيها. ده بالأوتونوميك أو الفيسرال نيرفس سيستم اللي مسؤول عن الريجوليشن بتاع الهارت بيت والدايجيشن والسلايفيشن واليورينيشن والدايجيشن. طيب الأوتونوميك نيرفس سيستم دوت أصلا بيتقسم هو كمان لسيمباثيتك نيرفس سيستم وبارا سيمباثيتك نيرفس سيستم. السيمباثيتك ده بيكون لما الواحد خايف أو بيتخانق، والبارا سيمباثيتك والواحد قاعد إيه مريح كده. تمام، انا الحاجات دي بقولها بسرعه على اساس ان هي اتاخدت قبل كده، لو ما يعني لو ما حدش قراها قبل كده او ما يعرفش حاجه مثلا عن السيمباثيتك او الباراسيمباثيتك يسيب لي كومنت وانا هبقى هشرحه في فيديو منفصل. تمام، في ناس بقى بتاخد الشبكه بتاع النيرفات اللي موجوده في الوول بتاع الدايجستيف تراكت وتحطه كسيبريت كومبوننت اسمه الانتريك نيرفس سيستم. ناخد اوفر فيو سريع كده عن السنترال نيرفس سيستم. احنا زي ما اتفقنا ان هو بيتكون من البرين والسباينال كورد. البرين دوت لوحده فيه حوالي 100 بليون نيورونز. النيورونز اللي موجوده في البرين دي بتبقى مرتبطه مع بعض في شبكه معقده بتقوم بوظائف حلوه جدا، يعني هي المسؤوله ان هي تنظم لي الانترنال انفايرمنت بتاعه جسمي، وكمان هي مسؤوله عن الايموشنز بتاعتي، وبتتحكم في حركاتي الإرادية الفولانتري، وكمان بتعرفني البادي ستيتس والحاجة اللي حواليا، لا وكمان بتساعدني في الميموري والكوجنيشن والجوجمنت والأويرنس كل الحاجات دي. ومهم ليا ان نعرف ان مفيش جزء في البرين بيشتغل لوحده. ليه؟ لان النيورونز اللي موجودة في البرين دي مرتبطة مع بعض كلها بحاجة اسمها ساينابس، هنتكلم عليها كمان شوية. طيب انا دلوقتي عمال اقول افرنت وافرنت، تعالوا نشوف على الرسم. انا عندي تلات انواع من النيورونز بيكونوا لي النيرفس سيستم. اول حاجة الافرنت، انا قلت هو دوت سكين، هيجيلي فيه استيمولوس، مثلا ان انا لمست حلة سخنة بسرعة هيتولد اكشن بوتنشيال هيتنقل في الافرنت. احنا قلنا اي نيورون بتبقى فيها سيل بودي ودندرايت واكسون. طيب ادي السيل بودي بتاع الافرنت نيرف بيبقى موجود في الدورسال روت جانجليا بره السي ان اس اهو. تمام، وادي الدندرايتس بتاعته وادي الاكسون. طيب الافرنت بقى، الافرنت ده بيغادر من السي ان اس علشان يمشي في طريق للماسلز او الجلاندات اللي هو بيديها سبلاي، سواء كانت سوماتيك او اوتونوميك. طيب ادي السيل بودي بتاع الافرنت نيرف بتبقى موجوده جوه السي ان اس، سواء كانت في سباينال كورد زي ما احنا شايفين هنا او في برين ستيم فوق. وادي الدندرايتس بتاعتها وادي الاكسون راحة للمصل في الصورة دي. طيب الحتة اللي ما بين الافرنت والافرنت ديت دي اسمها ساينابس، هنتكلم عليها كمان شوية. طيب هل كده خلاص النيرونز عبارة عن ان الاشارة جت من الجلد راحت سباينال كورد رجعت تاني للمصل؟ لا، انا عندي 99% من كل النيورونز اللي موجودة اسمها انتر نيورونز، يعني انا عندي اهو افرنت نيورون وادي قدامي افرنت نيورون، الباقي بيبقى عبارة عن انتر نيورونز، ودي اللي بتبقى موجودة كلها في السي ان اس. احنا قلنا الهيومن سي ان اس دوت عبارة عن اكتر 100 بليون انتر نيورونز. انتر نيورونز من اسمها يعني موجودة ما بين الافرنت وما بين الافرنت، يعني هو دلوقتي هيجي هنا من الافرنت نيرف هيروح طالع فوق بقى للبرين عن طريق الانتر نيورونز، وهيرجع برضو عن طريق الانتر نيورونز ديت للافرنت. تمام، دلوقتي انا عندي في جسمي تلات مستويات رئاسية لوظائف السي ان اس. اول حاجة على مستوى السباينال كورد، تاني حاجة على مستوى اللور برين او الساب كورتيكال ليفل، وتالت حاجة على مستوى الهاير برين او الكورتيكال ليفل. اول حاجة السباينال كورد، احنا كلنا بنعتقد ان السباينال كورد دوت عبارة فقط عن طريق
من البريفرال للسنتر بتاع الجسم او من البرين للبريفري. تمام، كلنا بنعتقد كده. لكن لو حصل سباينال كورد اتقطع في النك في الرقبة، هل بنلاقي ان كل الوظائف اختفت علشان ما عادش هتوصل من البرين للبريفري؟ لا، بنلاقي وظائف كتير بتفضل موجودة حتى لو الكورد اتقطع في الرقبة من فوق. زي ايه؟ الووكينج موفمنت، حركات المشي. ليه بقى؟ لان في نيورونال يعني شبكة نيورونز كده بتبقى موجودة في الكورد ذات نفسه، هي اللي بتسبب لي الووكينج موفمنت، الرفلكسات اللي هتسحب لي اجزاء الجسم من بينفول اوبجكت، الرفلكسات اللي هتثبت لي رجلي علشان اقدر اصبرت جسمي ضد الجرافيتي، والرفلكسات اللي بتتحكم لي في البلود فيسلز والجي اي تي موفمنت واليورينري اكزكريشن. تمام، دي اول وظائف بتحصل على مستوى السباينال كورد. طيب انا عندي فانكشن تانية برضو بتحصل على مستوى اللور برين او السبكورتيكال ليفل، اللي هي السبكونشوس اكتيفيتي بتاع الجسم، هي دي اللي بيحصل لها كنترول في اللور اريا بتاع البرين، اللي هي المضلة، البونز، الميزنكيفالون، الهايبوثالاموس، الثالاموس، السيربيلم، والبيزل جانجلي. نقول امثلة الضغط بتاعي والريسبيريشن، دوت بيحصل لهم كنترول في المضلة والبونز. الإكيليبريم، التوازن بتاعي، ده بيحصل له برضه كنترول في السيريبيلم والريتيكولار سابستنس وفي المضلة والبونز والميزنكيفالون. الفيدنج ريفلكس زي سلايفيشن وليكينج اوف ليبس، استجابة للتيست بتاع الفود، بيحصل لهم كنترول في المضلة والبونز والميزنكيفالون والهايبوثالاموس. وايموشنز كتير زي الانجر والاكسايتمنت والسيكشوال ريسبونس والرياكشن للبين والرياكشن للبليجر، كل دوت برضو بيحصل موجود حتى لو حصل ديستراكشن لمعظم السيريبرال كورتكس. تمام، يبقى احنا كده خدنا الوظائف اللي بتحصل على مستوى السباينال كورد حتى لو اتقطع من الرقبة من فوق، والوظائف اللي بتحصل على مستوى اللور برين او السبكورتيكال ليفل، وبقى اخر حاجة الوظائف اللي بتحصل على مستوى الهاير برين او الكورتيكال ليفل. احنا بعد ما قلنا وظائف السباينال كورد واللور برين، هيقولوا هو ايه اللي اتبقى للهاير برين او الكورتيكال ليفل؟ لا، ده متبقى كتير. السيريبرال كورتكس بتاعي ده مسؤول عن ايه؟ عن اغلب حاجات الميموري بقى والمنتال، ضروري للاور هاير منتال فانكشن والبيهيفير والconsciousness والthinking واللانجوج والليرنينج والإيموشنز، هو اللي مسؤول عن عقليتي وتعليمي وذكائي والحاجات دي. طيب هو مش هيقدر يفانكشن بنفسه، لازم كله يشتغل مع بعضه. حتى من غير السيريبرال كورتكس، وظائف اللور برين سنتر مش هتبقى تمام او هيبقى فيها لخبطة. ليه؟ لان البرين كورتكس دوت بيبقى فيه معلومات متخزنة هتنظم الوظيفة بتاع اللور برين. تمام، نراجع كده سريعا تاني ونزود معلومتين على النيرفوس سيستم. احنا قلنا اناتوميكالي هيتقسم لسي ان اس وبي ان اس، سنترال نيرفوس سيستم وبريفرال نيرفوس سيستم. البريفرال على طول كده علشان نخلص منه، ده عباره عن الكرينيال نيرف اللي هي النيرفات اللي خارجه من البرين وعددهم 12 بير، والسباينال نيرف دي النيرفات اللي بتخرج من الانترفيرتبرال فورامينا وعددهم برضو 31 بير زي السباينال كورد سيجمنتس. طيب السي ان اس دوت عبارة عن سباينال كورد وعبارة عن البرين. السباينال كورد زي ما احنا قلنا 31 سيجمنت، 8 سيرفايكال، 12 ثوراسيك، 5 لامبر، 5 سيكرال، 1 كوكسيجيال. انما البرين عبارة عن سريبرم وبرين ستيم وسيريبيلم. السريبرم ده سريبرال كورتكس وبيزل جانجليا وثالاموس وهايبوثالاموس، انما البرين ستيم عبارة عن ميد برين وبونز ومضلة اوبلينجاتا، والسيريبيلم ده عبارة عن ليتل برين. نقول الفرق تاني ما بين الافرنت والافرنت. الافرنت او السنسوري نيرف ده اللي بيطلع من السنسوري ريسبتور
والسيل بودي بتاعته بتبقى موجودة في الدورسال روت جانجليا بره السي ان اس، ودي بتشيل نيرف امبلس راحة ناحية السي ان اس. انما الافرنت او الموتور نيرف السيل بودي بتاعها كان موجود جوه السي ان اس، يا اما في السباينال كورد او في البرين ستيم، وده اللي بيروح للتشو بيسبلاي التشو سواء كانت ماسل او جلاند، وبيحمل النيرف امبلس بعيدا عن السي ان اس. تمام، ندخل بقى على الجد، ودي اصلا اللي تعتبر بدايه السي ان اس فيسيولوجي اللي احنا قلناه دوت، كنا بنلطف جو كده وبنعمل انترودكشن. طيب النيرونز الكتيره اللي احنا اتكلمنا عليها ديت بتحتاج ان هي تبعت اشارات ما بينها وما بين بعضها، بتحتاج ان هي تكلم بعضها، يعني يقولوا لبعض اعملي لي ستيميوليشن اكتر، لا اعملي لي انهيبيشن اكتر، لا زودي لي الترانسميتر اللي جايه او قلليها، وهكذا. يبقى الساينابس دي محتاجه ان هي تكومينيكيت مع بعض، وده اللي بتعمله الساينابس. اصلا كلمه ساين دي معناها توجذر، يبقى ساينابس معناها كومينج توجذر، ده السايت اوف كونتاكت ما بين التو نيرونز فانكشنال جونكشن. تمام، انا ايه اللي بيحصل بقى؟ ادي عندي دي نيرون، وده السيل بودي بتاعها، ودي الدندرايت، وادي الاكزون بتاعها. بيجي يمسك اهوت ده نيرون جديده، في فاصل ما بينهم هنا اسمه الساينابس، ودي اللي اتكبرت. ادي الفاصل اللي احنا قلنا عليه ده الساينابس، وده الاكزون بتاع النيرونز اللي فوقيها، وده الدندرايتس بتاع النيرون اللي تحتيها. طيب احنا بنقول دي اسمها ساينابس، يبقى اللي فوقها دي اسمها بري ساينابتك سيل، يعني اللي قبل الساينابس. انما اللي تحت دي هيبقى اسمها ايه؟ بوست ساينابتك سيل، يعني اللي بعد الساينابس. طيب البري ساينابتك سيل ديت بيبقى فيها نيورو ترانزميتر وميتوكوندريا، انما البوست ساينابتك بيبقى فيها ريسبتورز. ايه اللي بيحصل بقى؟ انا بيحصل لي ستيميوليشن من هنا من عند الدندرايتس من هناك، بيتولد لي اكشن بوتنشال هيجي يوصل هنا للبري ساينابتك سيل للترمينال بتاع النيورونز، والاكشن بوتنشال ده هيخرج لي النيرو ترانزميتر في الساينابس، هتيجي تمسك على الريسبتور اللي موجوده في البوست ساينابتك نيورونز، هتعملها ستيميوليشن بقى او انهيبيشن على حسب النيرون ديت، وهكذا يفضلوا ينقلوا لبعض، ودي تنقل اللي بعدها وهكذا. تمام، وهنقولها برضو بالتفصيل تاني كمان شوية. لو جينا بصينا للرسمة ديت هنلاقي ان انا عندي 3 نيرونز ماسكين في نيرون واحدة، عايز يقول لي ايه؟ ان انا عندي النيرونز دي بتبقى شبكة ماسكة في بعض. ازاي بقى؟ طبعا دي هتبقى بري ساينابتك نيرون، ودي بري ساينابتك نيرون، ودي بري ساينابتك نيرون. ليه؟ علشان دولت اللي قبل موضع الساينابس، انما اللي تحت دي الوحيده اللي هتبقى بعد التواصل معاهم، فدي هتبقى اسمها البوست ساينابتك نيرونز. طيب انا كده واضح ان انا عندي كل نيرون ماسكه في حته، ازاي؟ اول واحده دي جايه ماسكه فين؟ في الدندرايتس بتاع البوست ساينابتك نيرون، يبقى اذا الساينابس دي هتبقى اسمها ايه؟ اكزو دندريتك ساينابس، ماسكه ما بين الاكزون بتاع البري ساينابتك نيرونز والدندرايتس بتاع البوست ساينابتك نيرون. طيب نيجي نشوف الثانيه، دي جايه ماسكه في السيل بودي، يبقى هتبقى اسمها اكزو سوماتيك ساينابس. الاخيره دي جت مسكت فين؟ في الاكزون، يبقى دي اسمها ايه؟ اكزو اكزونيك ساينابس. في البري ساينابتك نيرونز اللي على طول بيجي يعمل الساينابس هو الاكزون، انما والاكزون ده بيجي يمسك بقى في اي حاجه في البوست ساينابتك نيرونز، والاسم بيجي على حسب مكان الاتصال ده ايه، والاكزو اكزونيك هو ده اللي بيبقى الموست افكتيف. طيب يا جماعه انا قلت لكم ان ديت الساينابس، ثانيه قلت لكم ان دي هتبقى الساينابس، بس علشان اخليكم تكونوا الاسم بتاع البري ساينابتك والبوست ساينابتك، بس الحقيقه ان دي كلها هي الساينابس. الساينابس ده الكوميونيكيشن، يعني اكيد انا عندي القبل واللي في النص واللي بعد، كل دي الوصله على بعضها. اللي في النص دي اسمها ساينابتك كليفت، اللي ما بين البري ساينابس والبوست ساينابس نيورون،
لكن كله على بعضه كده دي اسمها الساينابس. طيب الحته المنفوخه دي اللي هي التيرمينال بتاع البريسا التيرمينال بارت بتاع البريسينابتيك نيرون بيبقى اسمه التيرمينال بوتون علشان شكلها المنفوخ ده السوولن ابييرنس بتاعها. تمام، يبقى الحته دي اسمها سينابتيك كليفت والحته المنفوخه دي اسمها تيرمينال بوتونز. طيب لو النيرون ديت جت انتهت على مصل او جلاند سيل هتاخد اسم تاني، مش دي بقى مش نيرون نيرون سينابس، لا ده دي نيرون مصل سينابس، يعني هتاخد اسمها منهم هما الاثنين، يا اما مايو نيورال او نيورو ماسكولار جونكشن. هي دي النيورو ماسكولار جونكشن اللي بتسمعوا عنها كتير، ان النيرون بتيجي تنتهي على المصل، نيورو ماسكولار جونكشن او مايو نيورال جونكشن نفس الاسم. طيب يا ترى ايه الميكانيزم اللي بتحصل بيها السينابتيك ترانزميشن ده؟ دلوقتي انا حصل لي استيمولس مثلا عملت لي اكشن بوتنشال، الاكشن بوتنشال دوت هينتشر الونج الاكزون، هيعمل دي بولاريزيشن للممبرين. برضو لو محدش فاهم او قرأ الاكشن بوتنشال قبل كده يقول لي وانا هعمل له فيديو منفصل. طيب الاكشن بوتنشال وصل الونج الاكزون وعمل دي بولاريزيشن للممبرين، ده هيعمل استيميوليشن لدخول الكالسيوم في الاكزون تيرمينال من خلال الفولتج جيتد كالسيوم تشانل. يعني الدي بولاريزيشن بتاع الممبرين ده هيفتح لي الكالسيوم تشانل ويخلي الكالسيوم يدخل جوه. الكالسيوم دوت ده بيعمل لي ايه؟ بيمسك بيخش يمسك في بروتين اسمه سينابتو تاجمين، وده بيشتغل ككالسيوم سنسور، هيكون لي الكالسيوم سينابتو تاجمين كومبلكس في السيتوبلازم دوت، هيحفز لي ان النيرو ترانزميتر فيزيكال ديت ان الفيزيكال تروح عند الممبرين علشان تمسك فيه. هتمسك بايه؟ هتمسك بكومبلكس اوف سنير بروتين الاس ان اي ار اي سوليبل ان ايثايل ماليمايد سنسيتيف فاكتور اكتيفيتنج بروتين ريسبتور، قول اختصاره على طول الاس ان اي ار اي او السنور. طيب ده بيبقى عامل زي الكوبري اللي ما بين الفيزيكال والبلازما ميمبرين. طيب بعد كده بقى بيحصل انفيوجن والفيزيكال هتيجي مع السيل ميمبرين مع الميمبرين دوت بالظبط، ويحصل اكزوسايتوزيس، يعني النيرو ترانزميتر اللي في قلب الفيزيكال هتروح خارجة في السينابتيك كليفت وتروح تمسك لي بقى في الريسبتور اللي موجود على البوست سينابتيك سيل، ودي يا اما بقى بتعمل لي استيميوليشن او انهيبيشن على حسب الترانزميتر اللي موجود دوت باكزايت ولا بينهبت البوست سينابتيك نيرون. هيكزايت لو النيرون الممبرين فيها اكزايتاتوري ريسبتور، وهتنهبت لو الممبرين فيه انهيبيتوري ريسبتور. واحنا قلنا ان بيبقى موجود هنا برضو في البريسينابتيك سيل بيبقى موجود ميتوكوندريا، لازمتها ايه؟ ده دي اللي هتديني الاي تي بي علشان تديني الانرجي علشان ابني نيو ترانزميتر سبستنس بدل اللي خرج. ده يا جماعه منظر الاس ان اي ار اي كومبلكس دوت، وازاي بيجيب الفيزيكال ويرتبط معاها علشان يساعد ان يحصل فيوجن وبعد كده يحصل اكزوسايتوزيس. طيب يا ترى ايه بقى التايبس بتاع السينابس؟ انا عندي 3 تايبس، كيميكال سينابس والكتريكال سينابس وكونجوينت او كومباين سينابس، وده هيبقى نوع مخلط من الاثنين ودوت رير. اول حاجه انا عندي الكيميكال سينابس، وده اللي بيحصل واللي بيبقى موجود في اغلب السينابس اللي موجوده في النيرف سيستم، بيبقى اتجاه واحد زي ما قلنا ان النيرو ترانزميتر بتخرج من البريسينابتيك نيرون هتروح على السينابتيك كليفت، هتروح تمسك على الريسبتورز اللي موجوده في البوست سينابتيك نيرون دايركشن واحد. طيب السينابتيك كليفت ديت المسافه بتاعتها عباره عن 200 ل 300 انجسترومز، تمام؟ انما الالكتريكال سينابس بقى وليها اسم التاني اللي هو الجاب جونكشن، المسافة ما بينهم 2 نانومتر بس، 2 نانومتر قليلة جدا. طيب
الفيو بتاع الجاب جانكشن ده في الالكترون مايكروسكوب لقيته وراني هيكساجونال بارتيكل، عبارة ديت عن شكل سداسي الاضلاع. الجانكشن دي بتفانكشن زي تشانلز، تمام، هي شكلها عبارة عن تشانل سداسية الاضلاع بيعدي فيها الايونز والمولكيول من خلية للتانية، وكل جانكشن او تشانل ديت بتبقى مكونة من 12 بروتين اسمها كونكسينز، بتبقى مرتبة في شكل براميل كده. طيب الجاب جانكشن ديت يعني نادرا لما تبقى موجودة في النيورونز، هي بتبقى موجودة في الكاردياك مصل والسموث مصل علشان تسمح ان الاكشن بوتنشال ينتشر بسرعة من خلية للتانية، بحيث ان المايوكارديوم دوت يقدر يكونتراكت على انه وحدة واحدة. طيب ايه الفرق بقى اللي عندي، او ازاي الالكتريكال بتختلف عن الكيميكال؟ الالكتريكال زي ما قلنا اول حاجة دي هتبقى less common عن الكيميكال. الالكتريكال باي دايركشن، بصوا الاسهم طالع نازل باي دايركشنال، انما الكيميكال كان only one direction. الالكتريكال دي اسرع من الكيميكال سينابس، ليه؟ لان ما عنديش السينابتك ديلي، ودي عبارة عن تشانل فاتحة على بعض، ما عندهاش سنسيتيفيتي للأدوية، وبتبقى دايما اكزايتاتوري، انما الكيميكال ديت اما كانت اكزايتاتوري او انهيبيتوري. والالكتريكال سيجنال ديت بتتشال عبر السينابس بحركة الايونز اللي معدية. طيب كده تمام، كده السينابس والمقدمة بتاع السي ان اس وضحت. هنكمل بقى الفيديو الجاي ان شاء الله علشان ما تقلش واعمل لود عليكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.